دكتور شين ضيفنا من لندن. دكتور شين، بمناسبة الحديث عن قمة السبع في هيروشيما باليابان، يعني اللافت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ترك رسالة في كتاب الزوار لمتحف هيروشيما للسلام، والذي يخلد كما تعلم ذكرى ضحايا القصف الذري الأمريكي للمدينة في 6 أغسطس عام 1945. بحسب بيان نشرته الخارجية اليابانية، فإن بايدن دعا للحفاظ على الأمل في بناء عالم خالي من الأسلحة النووية. ألا يشكل هذا مفارقة من وجهة نظرك؟ وهل الرسالة موجهة بالأساس لليابانيين أم لخصوم أمريكا؟ وأقصد هنا تحديداً ما إذا تحدثنا عن الصين وروسيا من جهة أخرى. حقا هذه إشارة ورسالة، لكنها متناقضة وفيها مفارقة واضحة، لأنه من أسقط القنبلة النووية وضرب بها هيروشيما هو الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إنهاء الحرب مع اليابان والضغط على اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية للتوقف عن القيام بأي عمل عسكري بعد ذلك. وكانت الصين حليفاً للأمريكيين في ذلك الوقت، وكانت شريكاً استراتيجياً لها في الحرب العالمية الثانية، وكانت أهم شريك استراتيجي لها في آسيا. هو يرسل رسالة من هيروشيما في المكان الذي يتذكرون فيه هذه الكارثة النووية. هنالك مجالات مختلفة لتفسيرها، ولكن ما هو أهم من هذه الرسالة في ذلك المتحف هو حديث بايدن عن العلاقة بين الصين والغرب في سياق العلاقة مع روسيا. وأعتقد أنه من المهم أن نعرف بأنهم لا يريدون الابتعاد التام عن الصين، وهذا أمر هام. يحاولون أن يكون هنالك تنوع في العلاقة وأن يكون هنالك توازن في العلاقة، لكنهم لا يريدون أن تتوقف هذه العلاقة تماماً.